هي هانم من زمن الهوانم، هي سفيرة الإنسانية، دورها مش بس قدام الكاميرا، دورها في العمل الاجتماعي والإنساني والرفق بمخلوقات الله. هي العاشقة في هوانم جاردن سيتي، هي الجميلة في البحار موندي، هي المضحية في أريد حلا. ضيفتي النهاردة في يلا شو الجميلة الفنانة ندى بسيوني. اهلا يا ندى. اهلا يا جينا يا جميله، انت اللي جميله وشيك ورقيقه وبحبك جدا. وانا بموت فيكي. ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ تمام. منوراني ومنوره الدنيا كلها. ميرسي يا روحي. واحنا رافعين حاله الطوارئ لان معانا قمر زيك النهارده. عارفه يا ندى، لما قلنا هنعمل حلقه حب انا حسيت ان لازم يجي حد هو سمة الحب، كل حاجة بتعمليها فيها حب. دي حقيقة. أنا ما أعرفش أدخل المطبخ حتى لو بعمل ساندويتش ولا قهوة ولا حاجة إلا لو أنا حابة أعمل كده. يعني عارفة، ما بعرفش أتحرك غير بالحب فعلا. أيوة، أنا بشوف حبك وأنتي بتقابلي الناس، وأنتي بتقابليني، وأنتي بتسلمي على الناس، وأنتي داخلة أنتي من جوه إنسان عنده عطاء، عنده حب عايز يديه للناس، مش بس الإنسانية زي ما قلت، لكل حاجة اجتماعيا. انت قلتي مخلوقات الله. ومخلوقات الله دي كلمتي انا دايما بتكلم، ما بحبش لفظ حيوان. مخلوقات الله، لان ربنا هو اللي خالق كل ده. حتى في القرآن لما ذكر يعني ذكرت الحيوانات اتقالت عليها حاجات تانية، الانعام يعني اتقال عليها كذا لفظ غير حيوانات. ايوه ايوه صح. عارفه كمان انت بتحسي كده قوي لان انت بتحبي الحيوانات قوي وعايشه معاهم، تعملوا لهم حاجات كتيره. انا على فكره عندي نفس الاحساس ده، لان انا عندي برضو حيوانات، فانا ما بعرفش اقول حتى الكلمه دي عليهم. برضو ما بحبهاش اقولها عليهم. حاسه ان دول يعني مخلوقات زينا، نوع اخر من المخلوقات. وبعتقد ان ربنا لما خلقهم او خلق المخلوقات الأخرى، لو حتى الزرع، حتى الكون، حتى كل حاجة، علشان يختبر رحمتنا. طبيعي أن الإنسان يرحم الإنسان، لكن الإنسان الحقيقي الرحيم هو اللي بيرحم المخلوقات التانية، اللي ما يطفش وردة عشان يرميها وخلاص. لا، يعني فاهمة، يبقى حنين على كل حاجة. حتى وهو بيقطف الوردة، حتى هيقطفها ليه؟ يعني بصراحة يعني أنا ما بحبش حد يجيب لي ورد مثلا. لان الورد مكانه حلو وهو في الجنينه، مش مكانه حلو وانت بتحطيه في البيت ويموت بعد كام يوم. طب ما تحطي ورد صناعي وتطور وبقى شكله حلو قوي. يعني لما حد يقول لي هنجيب لك ورد، اقول لهم لا، هاتوا شوكولاته. هنتكلم النهارده في حاجات كتيره قوي. اتفضلي. اولا الحب، اول دقه قلب لندى بسيوني، كلميني عنها. غير مامي، غير مامتي يعني. غير ماما. غير مامتي، لان دي اول دقه حب طبعا. بس عايزين دقه قلب. ولم تتوقف الدقه طبعا طبعا. هقول لك، انا قلتها قبل كده بس هقول لك، انا اول دقه حب كان عندي 3 سنين. لا ماليش دعوه بدي. هقول لك بس دي كانت لذيذه. ماليش دعوه، دي عايزه الثانيه. عايزه الدقه دي. ما هي دي اول دقه. لا عايزه الثانيه. الثانيه وانا عندي 5 سنين. والله كانت لذيذه الدقه الاولانيه دي. كان طب انا هسيبك. صاحب خالي، والله كان صاحب خالي، وكانوا هم مهندسين وانا بقى عندي 3 سنين. عاجبك بقى بيلعبك وعاجبك؟ لا، وكنت فوق الفوتاي عشان مصممه عايزه ارقص معاه يعني. لا اشمعنى الراجل ده؟ طبعا دلوقتي بهاجر كندا وحاجات كده، ودايما بسال عليه لحد استاذ فلان، باشمهندس فلان الفلاني، وايه حاجه لذيذه يعني. طبعا مش حب يعني، بس اللي هو حد كان لذيذ معاكي وبيلعبك ويناقشك وحاجات كده، فبتبقي مبسوطه يعني. يعني قالوا لي ان الشعر الابيض بيأثر على ندى بسيوني قوي. بصي هتجيلي كده، هجيلك كده، اتصرفي بقى. فظيعة، ما بتنساش. لا، هو يمكن لان انا ما عشتش مع بابايا وتوفى وكده،
دايما بحب الراجل الكبير كان في وقت ما يعني وانا طالبه وحاجات كده. حتى انا لما اتجوزت استاذي اللي في مقام الاب يعني. احكي لي. فرق سن كبير كان جدا. وما كنتش حاسه يعني هو اعجب يعني بيكي الاول ولا انت يا ندى؟ يعني الموضوع مشي ازاي؟ لا هو اللي اعجب الاول طبعا. ايوه طبعا ما قمر اكيد اكيد. فالحكايه انت عارفه يعني هي الحكايه مش في الجواز عموما يعني. انا كان اللي بحبه جدا الفنان اللي بحبه جدا واللي هو البرنس شارمون زي ما بيقولوا بالنسبه لي دائما حتى الان عماد حمدي. انا بعشق عماد حمدي. عماد حمدي وعماد حمدي من اول ما ابتدى يمثل حتى هو صغير يعني شكله كبير فاهمه. انا بحبه جدا يعني. مش رشدي اباظه؟ لا رشدي اباظه حلو وبحبه جدا ومن النجوم الفظيعه. بس بقول لكن فتى احلامك اللي هو في فيلم لعماد حمدي لا يمكن ما اتفرجش عليه او ادور على افلامه بموت فيه جدا. طب مين كان فتى احلامك من الفنانين وانتي بنوته؟ ما بقولك عماد حمدي بس. عماد حمدي بس هو اكتر حد بحبه. هو نمبر 1 بالنسبه لي. بعد كده رشدي اباظه طبعا واحمد رمزي وحسين فهمي يعني كتير بقى. ما انت وقفتي قدام حسين فهمي على فكره في الهوانم. في هوانم لا ودرس لي ودرس لي وانا بتعملي ايه؟ تمثيل سينمائي يعني وهو بيدرس لك. ما عجبكيش؟ ما كانش عاجبك حسين فهمي؟ هو حسين فهمي في حد ده ما بتقولي لي يعني استاذي درس لي يعني مش استاذي يعني هو درس عندنا تمثيل سينمائي واستاذ هايل على فكره جدا يعني بيدرس لنا كان العدسات والكادرات طبعا كنت بتحضري له كل المحاضرات طبعا صح؟ كنت بحضر له في طلبه كتير كانوا بيزوقوا بيزوقوا ما كنتش بفوت طلبه الرجاله طبعا صح؟ البنات كلها بتحضر طبعا مش كده؟ عارفه يا ندى انا بتهيألي انت وقفتي قدام جنات السينما المصريه يعني لا خالص نور الشريف لا أوكي. طبعا لا يعني مش ما وقفتش يعني اصل جينات السينما المصريه تدي احساس برشدي اباظه واحمد رمزي واحمد مظهر وهو يعني دول كانوا حاجات فهمي ونور الشريف طبعا دي جينات يعني ده جان طبعًا يعني طبعًا. لا حسين فهمي ده جان عالمي يعني زي ألان ديلون يعني بالنسبه أيوة. احنا عندنا ألان ديلون الشرق اللي هو الاستاذ حسين فهمي طبعا. كنت بتتعاملي معاه ازاي وهو بيدرس لك؟ وبعدين كنت بتتعاملي بعد كده معاه ازاي وهو قدامك في دور في هوانم جرد؟ لا هو انسان لطيف جدا كاستاذ لطيف وطبيعي ويعني تلقائي. لا كانت حاجه لطيفه يعني كان حاسه استاذ ومش أستاذ. لا مفيش الكلام ده لا أيه. هو جاي هو نجم جاي بيدرس مش مدرس. واما في الهوانم طبعا كان حاجه جميله وهو وعزة ابو عوف وهشام سليم ومحمود قبيل مجموعه. لا ده محمود قبيل ده حكايه. احنا كنا لمين في الهوانم جانات الوسط الفني. طب قولي لي بقى انت تاني في اريد حلا وقفتي قدام جانات برضو بس بتوع الزمن ده بتوع التايم اللي احنا فيه دلوقتي وقفتي قدام ظفر عابدين اياد نصار حازم سمير احمد عبد العزيز على فكره كمان ده من الجنات يعني احمد عبد العزيز. انت ليكي قصه معاه في البحار موندي ورجعتي تاني مثلتي قدامه في اريده حلا بالظبط. وطبعا كان دور يعني انا كنت بقعد قدامك وانت بتمثلي كده منبهره. عاجبني ادائك وطريقتك ويعني انت فعلا يعني قادره توصلي الاحساس للمشاهد حلو قوي قوي يا ندى. بصي اريد رجلا اصلا هو النص روايه مكتوبه حلو جدا كتابتها اصلا حلوه يعني اريد رجلا بتوري نماذج من المراه المختلفه كل واحده ومشكلتها مشاكل مختلفه. مشكله نجوى كانت انها متجوزه راجل عن حب بتحبه جدا وهو من اول الجواز حب حد تاني فهي عاشت مأساتها يعني عاشت ألم. وعلى فكرة مرض الكانسر بيجي من أسبابه زي مرض القلب الزعل يعني
نكد كده من ضمن الحاجات اللي بتتسبب في الكانسر وفي مرض القلب او الامراض كلها، لان المناعه كمان بتنزل يعني. فهنا كان هو كان مزعلك الدور كله مشاعر من اول الحكايه دي، ومن اول علاقتها ببنتها، ومن اول لما جالها كانسر. خلي بالك انا مامتي توفت كانسر فيمكن ده خلاكي اديتي الدور بطلاقه اكتر، وشفت مراحل الكانسر ازاي. مش كل الكانسر الشعر بيقع على فكره، ومش كل الكانسر يعني كل علاج من الكانسر بيتسبب في اعراض معينه. يعني مش كل الناس شعرها بيقع فعلا، بالظبط، ومش كل الناس بيحصل لهم حاجات تشنجات وما اعرفش ايه والكلام ده. لا ممكن ناس بتموت في بيس خالص، يعني في هدوء تام، يعني انواع من الكانسر. وفي ناس على فكره بتخف وتعيش وتبقى كويسه جدا، وخصوصا لو اللي حواليها عاملين لها سبورت جامد. فكل بيت فرصه ان احنا بنتكلم، كل بيت عنده حاله خليكوا واقفين جنبهم، خليكوا ايجابيين، وخلي كلامكوا حلو جدا معاهم، والمرض ده بقى بيخف وبيتعالج. هو دلوقتي نسب الشفاء منه بقت عالية جدا، وخصوصا ان الواحد نفسيا لما بيبقى مرتاح جهاز المناعة بتاعه بيبقى عالي جدا. عندك 57 نسبة الشفاء فيها للأطفال 75%، دي نسبة أمريكا عالية، نسبة تعتبر الشفاء عالمية 83%. احنا قربنا نوصل لأمريكا بالنسبة للشفاء. سفيرة النوايا الحسنة ندى بسيمي، اشمعنى مجال البيئه بالذات؟ لان البيئه بتخص مخلوقات الله. فانا اللي اخترت البيئه. البيئه يعني مخلوقات الله. انت حاربتي علشان حاربت كتير. يعني يعني انت حاربتي قبل على علشان فكرة قبل حكايه ان انا ابقى سفيره نوايا حسنه بيئه. يعني الكلام ده من لا انا عارفه من زمان محبتك لمخلوقات الله وخوفك عليهم، ويمكن من وانا طفله كمان يعني. لان انا بيتنا كده، مامتي كده كانت لو لقيت مثلا كلب تعبان عيان في الشارع ممكن تجيبه في البيت ونقعد نعالجه. يعني هي مساله جينات ووراثه. اخويا كده، اختي كده، كلنا حنينين على الحيوانات في الحياه. هي حنيه ورحمه بالزبط. يعني انا بحس انت عندك عصفور في البيت. عندي لوليتا. عندك لوليتا في البيت، وعلى فكره لوليتا عند ندى بتعيش بمنتهى الحريه، هي مش حطاها في قفص. ده اللي عرفته ومستغربه له جدا. انت متعايشه ازاي؟ يعني هي هي عايشه ازاي من غير قفص يا ندى؟ لا، هي عندها القفص بتاعها، بتخش لو عايزه تاكل من اكلها او تشرب من ميتها. بس هي غالبا ما بقتش بتاكل اكلها، بقت بتاكل اكل القطط. بقت بتاكل اكل ايه؟ اكل القطط. القطط. انا لوليتا دي يعني شقيه جدا، بتاكل اكل القطط وبتشرب المايه بتاعتهم، وممكن يعني تشاركني يعني حاجه من طبعي. عندك حيوانات ايه تاني في البيت يعني؟ عندي لوليتا، وعندي قطط، شويه قطط حلوين كده. انا اسميهم ايه؟ قطتي خلفت كمان 4 قطط. سبع قطط. 4 قطط، في أربع حد قطط. توزع أنا سمعتها 7 قطط. في واحدة توزعت وثلاثة لسه موجودين من البيبيهات. أسميهم كوكات، دي الأساسية، دي حبيبة قلبي كوكات. ولولي دي الأم الأصلية ولا دي حد من الولاد؟ لا كوكات دي الأصلية، دي عندي بقى لها فترة كبيرة. دي أنا عايزة أقول لك كوكات دي أمين كفراوي الماكير بتاعي هو اللي جابها لي هدية. حبيب قلبي جابها لي هدية بمناسبة عيد ميلادي. دي كوكات عندها 11 سنة دلوقتي. دي الأساسية. وعاشت معاكي 11 ده سنة. لولي ده كان قطة اترمى في جنينة، في الجنينة عندنا في الكومباوند، وأنا خدته. وهو قط أنجورا، يعني حاجة حلوة، ماركة حلوة جدا. معرفش ازاي الناس ممكن تجيب حيوانات وترميها، يعني ازاي ترميها في جنينه، او يعني ازاي تفرط فيها. لو انتوا مش قد المسؤوليه تربيه ما تجيبوهاش عشان حرام. انت ليكي قصه مع الدولفين. وانا شفت سيشن يجنن مع الدولفين، ومش بس انت بتعبري لهم عن حبك، هم كمان بيعبروا لك عن دي حبهم. مريومه، دي مريم. دي في دولفينه في شرم الشيخ. دي فظيعه، دي بتضحك
وبتبوس يعني مش تبوس كده بس بتعمل صوت البوسه يعني تحط بقها عند خدك وتبوسك اكيد انا شفت ده دي فظيعه وكنت امشي يعني مش عايزه انا امشي ويعني كان في المدرب بتاعي بيقول لي دي حبيتك بجد قلت له ده انا اللي حبيتها طيب انت حاربتي علشان الدولفين وكانتي قلتي لي حكايه ان كانوا بيذبحوا الدولفين في اليابان ولا زالوا. مش كده ولا زالوا لكن انت بس النسب يعني لان حصل اعتراضات على مستوى العالم كتيره جدا في مجموعه اسمها جي جي سي في منها شخصيه جامده جدا فيها دينا ذوالفقار وكان المرحوم الدكتور ياسر وتوفى كان دكتور جيولوجي والقيسوني بيه كان موجود معانا مجموعه كبيره جدا من الناس ودي جي جي سي دي عالميه وفيها اجانب جهار يعني في مجموعه ناس على مستوى العالم ودي كنا ضد وعملنا وقفه على فكره في مصر اتعملت واتعملت كنا في نادي الجزيره عملنا الوقفه دي ومش اعضاء نادي الجزيره لكن المؤتمر كان جوه قاعات نادي الجزيره واتعمل ضد اللي هو ذبح الدولفين لان هم يعني الدولفين ده مش حيوان يذبح يعني ولا يتاكل يعني انا ما اعرفش يعني ده هو ازاي جايين لهم قلب انهم يذبحوا دولفين يعني وخصوصا لو زي ما انت بتقولي يعني بالشخصيه دي بالذكاء ده والدولفين ذكي جدا على فكره هو بيقرب ذكاء الانسان وبيستخدم في حاجات في المراكب وبيستخدم في الحروب وبيستخدم لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصه بالاطفال بيساعد على تنميتهم الفكريه والذهنيه والعاطفيه الفايبس اللي بتطلع منه انا بحس ان هو عاطفي هو نفسه عاطفي بيحس بينا يعني بتدي سعاده وبتدي ايجابيه ربنا ما خلقش الدنيا كده صدفه كل حاجه ليها حاجه بحس انه بيحس بحب الاخر يعني جداً. الناس لما بتيجي تتصور معاه وتلعبه وكده انا بحس انه حاسس بيهم ويعني يمكن شكله كمان مبتسم يعني يمكن هو نفسه بيبقى من مبسوط عشاء الدولفين انا عارفه ده طيب وجه مصر في الحياه البريه على مستوى العالم 2016 من اليونيسيف ده لقب ندى بسيوني على مستوى العالم ده بيتاخد يعني مجهودات عاليه جدا واللقب ده خدوه قبلها او بعدها نجمات وشخصيات اجتماعيه عاليه جدا منهم انجلينا جولي مثلا في ناس من هوليوود خدوه يعني انا لسه بقول منهم انجلينا جولي مثلا يعني وطبعا معروف انجلينا جولي بتعمل ايه في الحياه البريه وفي الحياه الاجتماعيه وخدماتها الانسانيه كتيره جدا الانسانيه عموما هي انسانه على فكره بتعمل اصل انا بعتقد يا ندى ان الانسانيه لا تتجزأ الانسانيه هي برضه من ضمن خوفنا على مخلوقات الله طبعا الرحمه ما بتتجزأش ويمكن ده اللي شجع اليونيسيف ان هي تديكي اللقب ده وانا على فكره سعيده بيه جدا أنا يعني ان تكوني انت الوجه الحلو بتاع مصر اللي يختاروه للحياه البريه الورلد وايد لايف وعلى فكره هو انا العربيه الوحيده اللي خدت العربيه كمان المصريه يعني مش عارفه ليه انا مهتميه قوي ان اذكر ده عشان ما يتصدرش للخارج قسوتنا على الحيوان بس احنا عندنا ناس عندها رحمه كتيره وعندنا يعني شخصيات زي كده بتبهر العالم احنا عندنا المصريين القدماء احنا عندنا على على على, على جدران المعابد بتاعتنا اللي كانوا بيقدسوا بالظبط القطه وبيقدسوا حتى دايما يقول لك ايه ان القطه
يعني من اللي عندها ديجنيتي، عندها كرامه عاليه قوي، مش قادره تنسى انها كانت من الالهه. ايوه ايام المصريين القدماء يعني. لا والقطه، والقطه بتاعتنا المصري دي عارفه اللي هي السودا اللي هي مش الشيرازي يعني. انا بشوفها في الرسومات. انا عايزه اقول لك احنا دايما نقول ايه، ده قط بلدي، ده قط كذا. اولا القط البلدي بتاعنا ده غالي جدا في امريكا وفي اوروبا والكلام ده. القط البلدي بتاعنا اللي احنا مسميينه قط بلدي عشري جدا واجتماعي وذكي جدا اكتر من القطط التانية بالظبط. شخصياته مصري، مصري طيب وعشري ودمه خفيف ويدخل القلب. قط ذكي وذاكرته قوية جدا، من القطط اللي عندها ذاكرة قوية اللي احنا مش عاجبنا، زي زي الكلاب بتاعتنا الكلاب البلدي اللي بنقول عليها دي، دي برضو يعني يعني لو احنا دربناها في الحراسة ممكن تتدرب في الحراسه بدل ما احنا بنقتلها وبيسموها وبيعملوا الحاجات اللا انسانيه. شوف حاجات لا انسانيه بنشوفها على اوقات على الفيس، بشوفها وبتاثر جدا. طبعا طبعا اي انسان على فكره في قلبه رحمه ما يقبلش. وبعدين هو الدين ما قالش كده يعني في كتاب اسمه الرفق بالحيوان في الاسلام، يا ريت يقروه المسؤولين عن انهم بيسمموا القطط وبيسمموا. خدي بالك دلوقتي اقروا وتعلموا كل الاديان يعني دلوقتي كل دلوقتي الأديان. في فتوى خرجت من الازهر ان الكلب طبيعي وما فيهوش نجاسه ولا اي شيء. طبعا انت لو قريتي القران كله لم يذكر الكلب الا في سوره الكهف، وقد كرم زيه زي اهل الكهف. طيب ما ينفعش ندى بسيوني الجميله الشيك حياتي تكون قاعده معايا وما اتكلمش على جزئيه كل الناس بتتكلم عليها في ندى، شياكه ندى الموضه. ايوه انا بسيطه جدا على فكره. انت متابعه شاطره للموضه وللجديد وللازياء، قولي لي بتحبي مين من المصممين المصريين؟ جينا. بجد جينا انا ماليش دعوه، انا الاعداد اللي كاتب. في واحده اسمها جينا سلطان. ايوه ليها ستايل سيمبل ومبتكر. يعني عندها ابتكارات كده لحاجه بس في نفس الوقت سيمبل، مش مجعلصه يعني. يعني الحاجات سيمبل ولذيذه ورقيقه بلمسات صغيره. فجينا عندها كده، انت ما تعرفيهاش، هي صاحبتي يعني مش عارفاها قوي، نص نص. وبحب بص احنا عندنا ناس كتير في طبعًا مصر طبعًا عالميين طبعًا. الله يرحمه داغر. داغر كان فنان. انا ومن الناس اللي له تاتش معينه لا تعوض. داغر انا فاكره ايام كنت بعمل مسرحيه ترلملم، جاب القماشه كده ورماها عليا كده وقال لي بصي انا هعمل لك الفستان الاحمر اللي عمله ده لحد دلوقتي مستعملته تاني في مسرحيه تانيه من كتر جماله يعني. بصي داغر عشان انا يمكن اقدر اصنف ده، داغر كان فنان مبدع. عارفه ليه؟ لانه هو زي ما انت قلتي رمى القماشه كده وعمل منها حاجه، ما استخدمش اكسسوار، ما استخدمش فصوص، ما استخدمش، ما فيش حاجه ساعدته، لكن قدر بالخامه نفسها او بالماتيريال نفسها انه يعمل موديل. على فكره ده في التصنيف العالمي لمصممين الازياء بيتعد في كاتيجوري نمره او كلاس اي. والله طبعا تخصصه الكلام. البحيري هاني طبعا له الرشاس والفخامه في حاجته. ليه اللون بتاعه والتايب بتاعه وليه التاريخ بتاعه يعني طبعًا. بصي في كذا حد، احنا انا اسفه يعني مش كل الاسماء حاضره، ولكن لا احنا عندنا ناس هايله. طيب قولي لي حبيبتي، قولي لي انت بقى ده على المستوى الشخصي، قولي لي بقى لما بتبقي في ادوارك. انا عارفه ان انت ليكي ذوق وليكي تايب معين في لبسك، هل لما بيكون عندك ستايليست بتتدخلي معاها ولا بتدي لها فرصه هي او يعني بتدي لها فرصه، هل بتدخلي في اختياراتها وكده؟ بصي بتقدري مع الدور مع الورق في الحقيقه انا اللي بعمله، لان دي انا دارسه الكلام يعني دارسه يعني كل شخصيه لها طريقه لبسها، لها الشكل الخارجي كامل، لها شكله ايه، دارسه الالوان
ودراسة الألوان دي الألوان. أنا درستها لوحدي بعيدا عن أكاديمية الفنون، يعني درست اللون وتأثير اللون وتأثير اللون على الشخص وعلى المتلقي اللي بيتفرج عليكي. طبعا هي دي دراسة، لأن حد مكانك كان هيقول لي لون بشرتي ولون شعري ولون كذا. أنا لأني تعاملت مع ندى بسيوني في الجزئية بتاعت الملابس، فهي فعلا في حاجة بتروح لشخصيتها، مش يعني هي شخصيتها بتحب ده، مش بس يليق وما يليقش. وهي طبعا يعني ممتازة وشطورة جدا في اختيار اللي بيليق عليها، لكن هي عندها حاجة في شخصيتها بتروح، أو راحة نفسية لموديل معين أو لون معين بتروح له وبتحبه، وفي حاجات تانية ما بتقرب لهاش خالص، مش كده؟ في الحياة لندى، لكن لو انا بعمل شخصيه معينه لا، الشخصيه بتفرض عليا شكلها، لان ساعتها ما بتبقاش ندى، بتبقى نجوى، سعاد، هدى، ما بتبقاش انت وما بتتاثريش بيها يا ندى. لا بتاثر طبعا جدا. لا انا لما بعمل شخصيه يعني انا بتعيشي معاها. اخر حاجه اتعرضت، لكن انا دلوقتي بصور حاجه تانية، بس اخر حاجه اتعرضت كانت نجوى اللي هي اللي جالها كانسر. انا قعدت فتره كبيره تعبانه وحاسه بحمل والم، ولما اتعاد المسلسل تاني ما قدرتش اتفرج، لانه قلت ده انا لما صدقت خلصت من الحمل. الالم اللي موجود، الم انت بتعيش الدور، بتعيش الدور. هو بيقولوا عموما ان الممثل الدور بيلبسه فتره بعد ما بيخلص، بيفضل شويه لابس الدور او ده اثناء التصوير بس، وانت بتتفرجي وبعد كده خلاص بعد ما بتخلصي التصوير بتطلعي منه، ولكن وانت بتتفرجي بتعود اليكي الحاله اللي انت كنت فيها، مش بنفس القوه والعمق ساعه التصوير، لكن بتحسي. انا دلوقتي مثلا ابتديت في حاجه شخصية فيلن وشريرة، فانت هتلاقيني شريرة. لا قوليها لي بقى، عشان ده الجديد بقى، ده الجديد اللي يعني هنقوله للناس. قولي من الحب ما قتل، يعني بتحب من الحب ما قتل. اسم المسلسل ولا العمل؟ اسم الشخصية. انا مسميها كده، هي اسمها ندى. اسمها ندى كمان. اخراج استاذ عايد علقم، وهو مخرج اردني، والمسلسل ده أردني، مصري، لبناني، سوري، فلسطيني، كل ده في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين، وبيناقش مواضيع حلوة جدا، وفي الألفة والوحدة العربية اللي احنا بنتمنى انها تبقى. بتقدري يا ندى تمثلي مع ممثلين بيكلموا لكنات غير مصر؟ طبعا وبتعيشي الدور وتعرفي تتفني معاهم وكده؟ طبعا اصل احنا متعودين اصلا السنين الاخيره من الدوبلاج والمسلسلات بتاعتهم. احنا عرفنا كتير من كلام، نحكي احنا نحكي شامي ونحكي لبناني ونحكي واللحيه اللبناني والشامي حلوه لذيذه كمان، شقيه شويه. شقيه شويه. طيب قولي لي بقى، انت في حاجه عمالين يقولوا لي ندى على مدار تاريخها الفني وحياتها الجميله، عمرك ما فكرتي تغيري لون شعرك؟ لا، ناس كتير بيسالوا. بصي انا لون شعري اتغير عدد من المرات، اتعمل بني واتعمل بلوند خالص واتقص قصير. يعني اتعمل بني قبل كده؟ طبعا انا ده وانا طالبه في المعهد. وانا في سنه تانية في المعهد عملت فيلم وعملت فيه شعري بني. انت بتمثلي من وانت في المعهد يا ندى؟ من وانت صغيره قوي؟ انا بالظبط من وانا في سنه اولى، ومن قبل ما اخش سنه اولى. يعني في فيلم اسمه الجوهره كنت لسه في الامتحانات، ما كنتش لسه دخلت سنه اولى في المعهد. اول مره مثلتي كانت ازاي؟ احكي لي عنها. لا اول مره مثلت ده وانا في المدرسه، يعني لا اقصد على الشاشه والناس شافتك وعرفت ندى. بس هقول لك هو في حاجة أنا مثلتها. أول حاجة كان قبل ما أخش المعهد خالص، قبل يعني وأنا داخلة أعمل الامتحانات، ده كان فيلم اسمه الجوهرة، وكان مع الراحل الفنان العبقري عبد المنعم مدبولي وماما تحية كاريوكا، وكان الفيلم ده أنا بعمل بنتهم. وعايزة أقول لك ماما تحية دي حتة شخصية الله يرحمها، كانت تجنن،
كانت تقول لي ندى اقفي حطي رجل قدام رجل، افردي ظهرك، لا هنا تعملي كده، بصي كده، بصي الاضاءه كذا، كانت حاجه. ده موجود دلوقتي يا ندى؟ بص انا بعمل كده يعني، انا اتعلمت منه ومديحه كامل، انا اشتغلت معاه برضو وانا طالبه الله يرحمها تجنن. ناس عندها ثقه في نفسها، أيوة. ناس بتحب الناس، عارفه انها لما بتدي ده مش بيقلل، ده ما يقللش، ده يزودك، ده يزود يعني قوي. يعني اسعاد الاخر مش هياخد من سعادتك، بالعكس هيسعدك زياده. العطاء الخير اللي انت بتديه لاي حد بيرجع لك مردود، والكوني نور على وشك، انشراح في محبه الكون اللي حواليك. بالظبط، يعني كل ما هتدي خير كل ما هيرجع لك تاني بالخير. في الحقيقه انا الناس دول يعني اسعدني الحظ ان انا اشتغلت معاهم وتعلمتي منهم. اتعلمت، انا ابتكر كنت في ثالثه تقريبا وعملت فيلم اسمه المزاج. المزاج؟ كنت اخت مديحه كامل الله يرحمها، وكانت هي المفروض مسجونه وانا بعمل مشاهد في السجن. ولسه جديده بقى خالص، ولسه في المعهد ولسه بدرس وحاجات كده. كانت بتقعد لي في الكلوزات، تقعد قدامي في الكلوز، تقعد وتقف وتقول لهم، ولا فيقول لها المخرج لا اتفضلي طب استريحي، تقول له لا علشان ندى، علشان تاخد الاحساس. علمتني ان انا اعمل كده، فانا بقيتي تعملي اي ممثل كده. كبير او صغير انا بقف له وبديله الكلوز، لان هي ده الاحترام المهنه، وده اللي بيحب شغلته، ده اللي بيكبرك يا ندى وبيخلينا نقول النجمه الانسانه الفنانه الجميله. لا ده اللي بيخلي في الشغل مصداقيه وفي احساس، ولما بتعيطي الناس بتعيط معاكي وبتحس، مش بتعيطي بيروحوا يجيبوا كوبايه شاي ويقعدوا يشربوا ويرجعوا تاني للمشي. بس برضو ارجع اقول ده اللي مكبر ندى بسيوني ومديها نجوميه فوق نجوميتها، النجوميه الانسانيه العالم كله اداها لها قبل ما اللي حواليها يدوها لها. ثانك يو. انا كنت سعيده معاكي جدا يا ندى، وانا كمان، وشرفتيني في يلا شو، وللاسف الوقت بتاعنا خلص، لكن طبعا انا اتمنى دايما تكوني ضيفتي طبعا، لاني انا اتشرف بيكي هنا. وانا كمان سعيده ان انا معاكي، وانت مذيعه جميله ومحاوره جميله جدا وموضوعك مختلف. يعني بتبحثي على الانسانيات، واحنا محتاجين جدا للبرامج دي اللي يبقى فيها انسانيات، علشان نرجع تاني لاصولنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وانسانيتنا ومحبتنا. شرفتينا يا ندى، شرفتينا. بانتهاء فقرتي مع الجميله الفنانه الانسانه ندى بسيوني، بتنتهي حلقتنا النهارده في كلام في الحب وكلام في الأحاسيس الجميلة اللي اتكلمناها النهاردة كلها، وبشكركم للمتابعة واستنوني في الحلقة الجاية.